النقطة اللي بعد كده بيحكي ربنا عن سيدنا موسى. فلما جاء موسى لميقاتنا وتكلم عن ربه قال ربي أرني أنظر إليك. الله، إزاي شيء ملفت للنظر، رسول مكلم خد اللي محدش خده قبله ولا بعده، ازاي يطلب حاجة بالشكل ده وازاي يكتئب على هذا المستحيل؟ ازاي طيب ده قومه اللي معاه لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، داهم ربنا على طول في عثبات مستعقة وهم ينظرون يعني ها الطلب طلب خاطئ وطلب ممنوع وطلب مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى لا يرى في هذه الدنيا زي ما قلنا كيف يرى الفاني الباقي. أما في الآخرة فأهل الجنة يمنحون عيونا باقية لأنهم مخلدون، ما فيش لا مرض ولا آفة ولا موت ولا حاجة، فعيون أهل الجنة عيون باقية فيرى الباقي بالباقي. أما في الدنيا لا، وإن كان زي ما قال بعض العلماء علق الله الرؤية على أمر جائز والمعلق على جائز جائز، لأن قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، فاستقرار الجبل أمر جائز ممكن إذا أراد الله له ذلك، لكنه لم يرد فعلق رؤية على أمر جائز. مش ده موضوعنا، ما الموضوعنا احنا فيه؟ موضوعنا في ازاي سيدنا موسى قبل الطلب ده وليه وايه اللي خلاه يطلب هذا الطلب، لم يطلبه نبي من قبله ولم يطلبه نبي من بعده، الوحيد اللي طلب الطلب ده هو يتغلب. أنا مش عارف، لكن يتهيألي ده تأمل مش تفسير ولا حاجة، يتهيألي إنه موسى لما سمع كلام ربنا حصل له اللي حصل له، فتمنى يشوف المتكلم ده إذا كان ده صوته ثم شكله باين، فالطلب بتاع موسى مختلف عن طلب القوم. طلب القوم تشكك، طلب القوم شرط للإيمان، طلب موسى حب وشوق وعشق، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. عارف لما تسمع صوت الشاب يمسك التليفون ويتقلب يترد عليه واحدة يسمع صوتها، الصوت جميل يدغدغ أحاسيسه، يبقى نفسه إيه؟ يشوفها. ولله المثل الأحلى، لكن بنضرب الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس، زي ما ربنا ضرب مثلا بالبعوضة بالذبابة وما إلى ذلك، لكن بنضرب مثال لما الإنسان يسمع صوت جميل، مغني، مغنية، مقرئ، أيا كان الصوت، عصفور، بلبل، إذا الإنسان سمع صوت جميل وحلو يبقى يتمنى إيه؟ يشوف صاحب الصوت. فأدي الفرق بين طلب موسى وطلب الناس، الناس لما طلبوا جرأة جرأة ها وطلبوا تشككا وطلبوا لإثبات إيمانهم، لما طلب سيدنا موسى مش كده، طلب سيدنا موسى حب نفسه، لأنه لما سمع ما لا يشبهه شيء وما ليس كمثله شيء. إذا كان ربنا خلق الأصوات الجميلة بكافة أنواعها سواء كانت أصوات طبيعية أو أصوات صناعية، يعني أصوات المزيكا هذا ربنا اللي خلقها، الأورج والبيانو والعود والكمانجا والطبلة أيا كان أصوات الآلات الموسيقية أصوات جميلة، مين اللي خلقها؟ ربنا، وخلق القانون بتاعها مش كده؟ صوت المية والخرير المياه في الجدول، الشلالات، صوت العصافير، صوت البنابل، الأصوات الجميلة اللي في الدنيا، صوت الناس، صوت القرآن،
لما بتقرأ من أصوات المقرئين الحلوين دول، صوت المغنيين، الأصوات الجميلة، ربنا خلق جميع الأصوات الجميلة في الدنيا. سيدنا داود كان صاحب أجمل صوت في الدنيا، زي ما سيدنا يوسف كان صاحب أجمل وجه في الدنيا. سيدنا داود من جمال صوته كانت الطيور تقف على الطيران، لما تسمعه تقف تقف حواليه ما تمشيش. ليه؟ من جمال صوته. مش قال والطيرة محصورة، كله له أبواب، حتى الجبال، الجبال الصم الجوانب، لما سمع صوت سيدنا داود ما قدرتش تبقى جامدة، نطقت يا جبال وأولي معه. ايه ده؟ فإذا كان اللي خلق هذه الأصوات الجميلة، العلماء بيقولوا تكلم الله بغير صوت وبغير حرف، وبعضهم يقول خلق علما ضروريا في في في, في موسى فسمع به، والصوفية يقولوا سمع الكل بالكل. أيا كان، كلم الله موسى تكليم، احساس موسى بقى هو ده اللي خلاه يقول ايه؟ نفسي اشوفك. عشان كده ربنا ما عاقبوش وما عنفوش، ما هنسأله بس بص للجبل، اذا كان الجبل هيستنى هشوفه. فانا ما بص للجبل، اتهد الجبل هو خض خض وقعهم عليه، بس اعتبر كنا لكن مع النفوذ ما عقبوش. مما يدل على ايه؟ على ان الطلب من الله، العبره الاساسيه في الطلب باحساس الطالب مش بما يطلبه. فاهم؟ لان نفس الطلب طلبوه ناس خلوا دماغهم وطلبوا اخر، انا اتخذ بالحنان كده وبالعطف كده. وبعدين شو بيقول له ايه بقى بعد ما خر موسى صاعقا؟ اما افاق بقى اتبت اليك وانا اول مؤمن، انا مؤمن بيه، مش طالب عشان ما هو انت عارف انا طالب ليه. شوف ربنا قال له بقى، يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. ما تطمعش في ما تطمعش، انا اديتك اللي ما اديتهوش لحد، اديتك اللي ما اديتهوش لحد، كفايه كده، ما تطلبش زياده عن كده. شوف حلاوه الكلام، بتخلينا احنا برضه نعرف انه العبد اذا اختصه ربه بشيء دون الاخرين يقنع وينتبه لما اختص به وميز به فيحمد الله على ذلك ولا يطلب المزيد.